المهم اللي سولتو عليهم البنات دخلوا المحل، واليوم غتكون عندنا ليكيداسيون في السلعه، شي حاجه للفن. موديلات كاملين كيشاركوا في البرومي شوا، الثمن غيكون ليكيدي الكاليتي الاولى. كاين موديلات سون بواط وكاين موديلات بالبواتي ديالهم، ونخليكم مع هاد لا فيديو هادي ونبداو على بركه الله. السلام عليكم بنات الخير، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. فيديو جديد ونهار جديد اليوم مع محل شي اسيه. اليوم ان شاء الله البنات غادي تكون عندنا لا فيديو متنوعه، غادي يكون عندنا فيها لا ليكيداسيون في لي ساك، اثمنه غتكون خياليه. نبدا لكم ان شاء الله اثمنه من 149 درهم، دونك غتكون عندنا اثمنه هرز دكدك كيف ما كتقلبوا كتسولوا. بالنسبه للبنات قبل ما نبداو، اللي كيبغيو السلعه واللي كيبغيو هاد الاثمنه في هاد السلعه هادي يتواصلوا معنا الا عجبهم شي موديل، وملي كيكون الفيديو داز عليه مده راه كيكونوا لي زارتيكل اوتوماتيكمون سالاو. دونك نبداو على بركه الله، ونبداو دائما بالشعار ديالنا وما توفيقي الا بالله علي توكلت واليه انيب. نتمنى الله يبارك لنا في الوقت في السلعه وفي الرزق اللي نوليكم يا ربي. غندير لكم مباشره باول موديل في السلعه ديال اليوم، ان شاء الله غتكون فيها ليكيداسيون كيف ما قلت لكم. دوك الاسمنه غادي نقصوا. اول موديل غنبدا لكم به هو هذا ديال هاد لا مارك، بيان سور بلا ما نذكروا الاسماء ديال لي مارك. هاد لو موديل هذا اللي كيجي الحجم ديالو ما كبير ما صغير، كيجي زوين وانت هو في الهزه. بالنسبه للتفاصيل ديالو كيجي صاك عملي براتيك، الحجم ديالو حلو، كيهز بطبيعه الحال الاساسيات. كاين فيه هاد لابوندولير من هنايا اللي كتجي اجوستابل، يعني يمكن لك تنقصي السميطه ديالها ولا تزيديها على حساب العبار اللي انت بغيتي. بطبيعه الحال كيبقى العبار على حساب الشواء ديال كل سيده. بالنسبه للماتيغ ديالو راه كيجي رطيب البنات، داك الصكر رطيب، هزيه وانت مرتاحه وخفيف البنات، ما يمكنش شحال خفيف، صراحة خفيف بزاف بحال ما هزا والو. سوا تهزي جل سوا تهزي هكا على حسب كيف ما بغيتي. بالنسبة للسويك راه كامل مطبوع، ها نتوما كيجي كامل مطبوع، تبارك الله كاليتي زويونة، وفي هاد لا كارنيتور هنا بلارجونتي، وحتى السنيسلة ديالو راه كتجي مطبوعة بالسمية ديال لاماغ، وبيان سور من الداخل راه كيجي كامل مبطن ومطبوع. موديل كيف ما كتشوفي كتب البنات، بالنسبة لو بخي ديالو غيبقى ليكم ليكيداسيون بقل من راس مالو 149 درهم البنات، 149 درهم بقل من راس مالو. فيه ثلاثة دلوينات فنين، فيه النواغ، فيه البلون، هانتوما البلون ديالو بنفس التفاصيل، شي حاجة الفن مطبوع كاليتي غزالة، ثمن 149 درهم. وكاين فيه هاد الموف، موف بارد، يجيك هكذا عندك لوين مناسب ليه في جليبة، أنيق جدا، موديل واعر، كاليتي فنة، والثمن 149 درهم. ثلاثة ديال لوينات اللي عجبها الموديل كابتشور ديكرون، وبصحتكم وراحتكم البنات، هذه ليكيداسيون من محل شي أسيا. فوالا، مازالين مستمرين إن شاء الله في هذا الفيديو. كاين هذا الموديل هذا اللي كنت بارطاجيت معكم شحال هادي. هاد الموديل البنات راه ما بقاش في الستوك، بياسه وحده اللي بقات. موديل اللي كتجي فيه من هنايا مرايا، وكيجي من الداخل كيهزو بيان سيباري. بالنسبه لو بري ديالو 149 درهم، بقات فيه هاد لا كولور في الكامل، حيت كانوا فيه دوطخ كولور ما بقاوش. 849 درهم لا بون فينيسيون، شوفوا لي البنات لا بون فينيسيون، وكيجي فيه هنايا ثوب. 149 درهم البنات كابتور ديكون، عجبها الموديل. دائما في لا ليكيداسيون كاين حتى هذا الموديل هذا ديال هاد لا مارك، هذا الكامل ديال هاد لا كولور. بنات هادو دي ساك براتيك عمليين، كاليتي ديالهم زويونه، وهكذا صخيره خريجه كتلبسو كلاسو سبور، هادشي اللي زوين فيهم. بالنسبه للموديل اللي كتجي فيه حتى هو لا بوندولير بطبيعه الحال اجوستابل، كيجي فيه هاد الشوشه من هنايا، وكيجي تبارك الله بيان سيباري، هانتوما بيان سيباري من الداخل، وفيه سنيسله تبارك الله كيجي مجموع، حتى السنيسله ديالو راه كتجي مطبوعه بسميه ديال لا مارك. فوالا، وكيجي بيان في الهزه ديالو زويون، هانتوما البنات الهزه ديالو كيجي فريمون غزال. دابا هذا راه طويل على العبار اللي كنبغي نهز به انا باغ اكزومبل لي ساك، ولكن هذا يمكن لي انني نقص فيه مثلا على حساب العبار ديال كل سيده اللي بغيتي. بالنسبه للثمن ديالو كان 280، اليوم البنات غيبقى لكم قل من هاد الثمن، قل من راس مالو 149 درهم. البنات اللي بغاو الموديل كابتشور ديكرون ليفغيزون بارتو او ماروك، 149 درهم البنات اللي عجبها الموديل ليكيداسيون من محل شي اسيا في لاكولوغ كامل. اللي غتقولي لوينات اخرين كان فيه البلو سيال ما بقاش، لاكولوغ اللي كاينه دابا هي الكامل، ثمن 149 درهم، وراه كتجي فيه اون شينيت من هنايا بالدوغي. فوالا، ومازال مستمرين ان شاء الله في هاد الفيديو. وكاين هاد الموديل هذا حتى هو هذا البنات هو فيه ليكيداسيون، هذا اللي كيشي على شكل قوس. بالنسبه لهذا الموديل كانوا فيه العدد، دابا ما بقاش، بقى فيه غير شويه. دونك البنات اللي عجبها الموديل
تبروفيتي منه. بالنسبه لو موديل حتى هو راه كيجي فيه هاد لا اوسكوتون ديال هاد لا مارك اللي كتجي فيه الطبوعه وكتجي فيه لا بوندولير وان اكسسوار كيجي فيه معاه ان اكسسوار كيجي فيه الفيلور من الداخل كامل لا دوبلور ديالو كتجي كامله اون فيلور وكتجي فيه هاد لا بوندولير اللي كتكون ميلانج او لا ميكس ما بين لا شينيت وما بين سانتور فوالا كتجي زوينه لو ستيل ديالها موديل كيتلبس سوا بلا بوندولير سوا كيتهز هكا شي حاجه الفن لا كاليتي 849 درهم اللي بغات جمله اللي بغات تقطيط مرحبا بكم هذه ليكيداسيون هاد لو موديل ومازال مستمرين مع محل شي اسيا توجور في لا برومو كاين هاد الموديل هذا انتما البنات هاد لو موديل هذا تا هو كنت بارطاجيتو معكم هاد الموديل كان فيه البيج كان فيه واحد الغوز اولا بحال واحد اللون نيو كان فيه نوار موديل البنات دابا بقى فيه هاد لا كولور بوحدها غوز نيود فوالا كولور وحده اون غوز نيود بالنسبه للموديل حتى هو دوبلور الداخل كامله اون فيلو كامل مطبوع بلي بلينيس ديالو فيه هاد لا بوندولير حتى هي فيه هاد لا اوس من الداخل كيجي هكذا كامل زويون هما البنات بياسه وحده بالنسبه للثمن ديالو 179 درهم ليكيداسيون من 280 ل 179 بياسه وحده وبصحتكم وراحتكم في البرومي شوا دائما في ليكيداسيون كاين هذا البنات اللي كيبغيو هاد لا مارك هادي لا مارك محبوبه السيدات اللي كنت حطيت لكم في الاسبوع اللي فات لي كولور ديالو لورانج الكامل نوار لوينات تبارك الله كاملين ما بقاوش لا مارك فخمه جدا هاد الموديل غيدوز لكم بواحد الثمن خيالي علاش حيت هذا داخل اون برومو داخل بالسولد بالنسبه للثمن ديالو 179 درهم البنات 179 درهم وكيجيب لا بوندولير ديالو بطبيعه الحال كاليتي فنه شي حاجه كاليتي ديالها روعه وبيان سور هذا ليكيداسيون 179 لا كولور جون موتار فوالا دائما في ليكيداسيون كاين حتى هذا الموديل هذا فهاد لا مارك اللي كتبغي هاد لا مارك هادي حتى هو ليكيداسيون هانتوما البنات هذا السويه كيجي حلو الحجم ديالو كيجي زوين كيجي الحجم ديالو زوين كيجي على بورتي الحله والسده ديالو فاسيل وبيان سور كيجي مجموع من الداخل بالسلسله ديالو بالنسبه لو بري 199 درهم البنات كابتشور ديكرون 199 درهم ليكيداسيون بياسه وحده اللي كاينه في هذا الموديل هذا ومازال مستمرين في ليكيداسيون كاين حتى هذا الموديل هذا هذا حتى هو البنات ديال هاد لا مارك اللي حطيت لكم لي ليكيداسيون ديال بزاف ديال لي موديل اللي ما بقاوش تبارك الله ما شاء الله خصوصا بهذا الثمن هذا الثمن اللي ما كاينش في الجمله اليوم كاين تخفيض في محل شي اسيا شوفوا معايا الموديل موديل كيجي زويون حتى هو البورتي ديال على بورتي كيبان فريمون زويون هذا باش زوين كتلبس حتى هو كلاس وسبور كيجي بزاف مع الى داخل لك في الجلابيه ديالك في البيصه كيف ما كتشوفوا معايا كيجي زويون باش زوين يمكن لك تلبسي لبسه اوني وهو داخل فيه واحد لو ميلونج ديال لي كولور اللي غيخرج لك اللبسه وغيزيدها جمال فوق جمال انيق محيط من الدم وزويون كاليتي ديالو تبارك الله زويونه لا بوندولير ديالو الي اجستابل كيف ما كتشوفوا تفاصيل البنات راه معروفين في بخومي شوا بالنسبه لو موديل من 350 اليوم غيبقى لكم حصريا مع محل شي اسيا غير ب 179 درهم البنات 179 درهم بالنسبه للموديل فيه ثلاثه لوينات فيه هاد لا كولور هادي كاين فيه هاد لا كولور اللي داخل فيها لو روج اللي عندها شي لوين اولا شي لبيسه غادي يجيها اروع مع هذا 179 درهم البنات كنقول لكم ثمن خيالي بلا ديتاي ديالو كاملين علاش حيت برومي شوا هادو ليكيداسيون بروفيتيو منهم البنات 179 درهم وكاين فيه النوار ولكن فيه حتى النوار ديالو 179 درهم فقط ليكيداسيون مع محل شي اسيا فقط 179 درهم واللي عجبها الموديل دير كابتشور ديكرون تخلي لينا ميساج في واتساب اولا تجي المحل ودو بريفيرونس انكم تصيفطوا لنا الموديل قبل ما تجيو حيت هاد لي موديل راه فقط فيهم بياسه بياسه دائما في ليكيداسيون كاين هذا هاد لا مارك لي محبوبه السيدات كتجي غارني بلارجونتي كولور وحده في الغوز نيود طبعا بحال البنات اللي كان فيها شي لوين اخر غادي نبارطاجي معكم في اي موديل الموديل اللي كيجي فيه جوج ديال لي بوش ماشي واحد علاش حيت عملي وحتى في لاكوب ديالو الديزاين ديالو هادشي اللي متميز به تبارك الله راه كيجي كيهز وكيجي كامل في الداخل مبطن ومخدوم ما شاء الله هانتوما كيجي كامل تبارك الله عليه مخدوم بالسنيسله ديالو بلي ديتاي ديالو كاملين وبلا بوندولير ديالو فوالا شوفوا معايا شي حاجه الفن حتى الطريقه باش كيتسد وكيتحل يعني كتمشي مع كتمشي مع السميه ديال لا مارك كتجي فريمون زويونه وبهاد لا كوب هادي هادي اللي كطوال اولا كتختار على حساب الرغبه ديالكم بالنسبه للثمن ديالو البنات الثمن ديالو غيبقى لكم
179 درهم. هذا لو موديل هذا كان كيدوز ب 279، اليوم غيبقى لكم فقط ب 179 درهم حيت ليكيداسيون مع محل شي اشياء. وتبارك الله راه مازال كاين الخير البنات، ما شاء الله كاين السلعه وكاين الخير. كاين حتى هذا الموديل هذا، هذا البنات يسولوا عليه بزاف. هذا هو الكبير، يعني السيدات اللي قال لي اختي اسيه بغينا الحجم الكبير ديالو، هذا هو الكبير حيت كان ما صغر منه وحتى هو راه ما بقاش، حيت بطبيعه الحال هو داز في ليكيداسيون. بالنسبه للموديل، موديل لا كاليتي البنات راه ما يمكنش، هذا كتجي لا كاليتي كيجي واقف واقف، بس سويك كتكوني بحال هكذا خارجه حطيتيه واقف، فهمتوا واقف واقف الساك فريمون واقف، لا كاليتي ديالو فن بزاف، كاليتي ديالو ما شاء الله غزاله. كيجي فيه سوا هاد لو بتي بواني من هنايا كلاس كلاس، يعني الخريجه هكذا كامل مطبوع، لي ديتاي ديالو كامل مطبوع، ومن الداخل تبارك الله ما شاء الله شوفوا ليا سيباراسيون من الداخل، هانتوما سيباراسيون جويب. هذه لا بوندوليير اللي كتجي اون شينيت كامله مضفوره، وكتجي فيها هانتوما الطبعه ديال لا مارك، وكتجي فيها من هنا جهه الكتف. علاش؟ حيت هاد الجهه هاد الكتف خاصها تكون مرتاحه، يعني ملي كديري هاد لافاس هادي من جهه الكتف كتكون كتعذب، هذيك باش كيخليو لك انت لو كونفور ديالك وانت هازه لو ساك. كاليتي فنه، شي حاجه انيقه، الثمن ديالو ليكيداسيون غير ب 199 درهم البنات، تخيلوا معايا 199 درهم عوض 280. علاش؟ حيت ليكيداسيون في محل شي اسيا. بالنسبه لي كولور كاين فيه هاد لا كولور نوار، فيها لو بواني اون نوار، اون دوزيام كولور حتى هي نوار، جوست كو البواني ديالو كيكون اون بوردو. فوالا دونك البنات هانتوما جوج ديال اللوينات. بالنسبه للثمن 199 درهم البنات، 199 درهم ليكيداسيون اللي عجبها الموديل كابتور ديكرون ليفغيزون فيما كنتو. كاين هذا الموديل هذا، صراحه انا متحمسه باش نبارطاجيه معاكم، بزاف بغيت نقول السيدات اللي ديجا شافوا هذا الموديل ولقاوه ما بقاش، راه عاود دخل من ستوك، يعني عاود دخلات واحد لا كونتيتي من ستوك ديال بالبواتي ديالو، غيبقى لكم بواحد الثمن البنات هرس دكدك. بالنسبه للموديل كيجي هكذا بلومبالاج ديالو، يعني غتاخديه هكذا كامل مكمول بلا اوس وبلا ديتاي ديالو. قبل من كل شيء بيان سور الوريقات لا سيرتيفيكاسيون ديالو كلشي كاين، قبل من كلشي البنات، هو البنات اللي شافوا لا فيديو قبل ولقاو الموديل ما بقاش راه كاين دابا، يعني لا كونتيتي اللي كانت في المحل وكانت في الديبو هنايا استفدتوا منها، عاد جبناه من ستوك، يعني الكميه الزايده اللي كاينه فيه، اما سينو راه ماشي زعما الاغلبيه، هو الاغلبيه البنات استفدوا منه، ما كاينين البنات اللي سولونا عليه ولقاو وجاو المحل وما لقاوش. دونك دابا كنبارطاجيه معكم حيت يلاه دخلنا دابا المحل، باش هكذا حتى البنات اللي كانوا سولوا عليه وما لقاوش يعاودوا يتواصلوا معنا باش يستافدوا منه وما يبقاوش حتى هما بلاش. فوالا بالنسبه للموديل اللي كنهضر عليه هو ديال هاد لا مارك هادي، هو البنات باش تشوفوا راه باقي ميكسو يلاه كنحل فيه. علاش؟ حيت يلاه دخلناه للمحل. اول حاجه كندير هي كنبارطاجيه معكم، اكيد عرفتوه الموديل اللي سولتو عليه ودار ضجه اخر مره حطيته لكم ولقيتوه ما بقاش ولقيتوه ساله، اللي فيه تبارك الله جويبه من هنا ومن هنا، اللي عملي بزاف وانيق جدا، وفي اللوينات الكري هو اللي سولتو عليه بزاف، وكاين حتى الغوز ديالو راه دخل. فوالا بالنسبه للموديل البنات اللي كنبارطاجي معكم، كيجي كامل مبطن من الداخل، كيجي زويون غزال. بالنسبه للموديل غتكون فيه ليكيداسيون، يعني غيكون بواحد الثمن هرس دكدك، وبالنسبه للثمن ديالو كان قبل ب 280، اليوم غيبقى لكم ب 199 درهم. علاش؟ حيت ليكيداسيون البنات دوزتو ب 199 درهم ليكيداسيون اخر مره، وحتى لا كونتيتي اللي كاينه دابا في ستوك حتى هي غدوز بنفس الثمن. علاش؟ حيت درنا ليه ليكيداسيون، طبعا الحال ما نزيدوش لو بخي. هانتوما انا كنقاديه دابا لابوندولييغ باش تشوفوا كيفاش كيجي، حتى البلاصه فين كتحط فيها لابوندولييغ شوفوا شحال زويونه، عملي بزاف، كاليتي ديالو تبارك الله فن، شوف حتى في الهزه ديالو كيجي واعر. هانتوما شوفي لي بينيس من التحت محفور، كاليتي غزاله وتبارك الله، هانتوما التفاصيل ديالو الروعه الروعه الروعه، شوف غزال غزال تبارك الله. ثمن 199 درهم الناس، 199 درهم فقط ليكيداسيون مع محل شي اسيا. كاليتي الاولى اسي ديالو انوكسيدابل مطبوع كامل، كيجي واعر في الهزه، واللوينات اللي كاينين فيه كاين فيه هذاك لا كولور، وكاين فيه حتى الغوز نيود، كاين فيه تبارك الله اللوينات كيحمقوا. دونك فوالا البنات كاين فيه الكري كيف ما كتشوفوا معايا، هانتوما البنات فيه الكري، كاين فيه الفير، وكاين فيه الغوز نيود. الغوز نيود سولتونا عليه بزاف، ها هو
التصاور دخل من السوق. دونك البنات كيف ما كتشوفوا معايا الوينات كيحمقوا كاليتي واعره. تخيلوا معايا نفس التفاصيل بالبواتي ديالهم، التفاصيل ديالهم كاملين هنا محفور ومطبوع كامل غزال امبيرميابل كاليتي فنه، وكيجي كامل بجويبات ديالو، التيسو ديالو غزال ولو بوش ديالو كبير وكيهز وتبارك الله على بورتي كيبان غزيول. دونك فوالا البنات كلاس سبور، سواء كتهزيه بلا سانتور ديالو سواء كتهزيه بالبواني كيجي فريمون زويون، واللون في اللون باش مخدوم اللون في اللون غري ولا الغوز نيود ومطابعه الحال حتى الفيغ. هانتوما باش كنبعد شويه على الكاميرا باش يبان لكم لو موديل اكثر، واللي بغات الموديل دير ليه كابتشور ديكرون الفيغ ديالو كلهم بنفس التفاصيل. فوالا دونك 199 عوض 280 علاش حيت ليكيداسيون مع محل شي اسيا وتسهلوا الف خير البنات. هادو فقط كانوا دي ليكيداسيون دونك بروفيتيو منهم حيت لا كونتيتي اللي كتكون راكم كتستافدوا منها. دائما في ليكيداسيون كاين حتى هذا الموديل هذا البنات، كاين حتى هذا الموديل هذا اللي كنت هو سولتو عليه جا هاد لا مارك. هادو دي غران ساك وكاليتي ديالهم كتكون حتى هما زوينه، كيجيو حتى هما بلي بوندوليير سبور، كيجيو معاهم هاد لاكسيسوار هذا من هنايا بلي بوني. هذا صور كنت ديجا حطيتو لكم، هادي لا كونتيتي عاود دخلت عشان السوق. كاين فيه تبارك الله الوينات كيحمقوا، كاين فيه الديتاي ديالو كيجي فيه هاد التيسي ديالو من هنايا ليس، وفيه هاد لا غارنيشور من هنايا نوار كيجي زويون حتى هو التفاصيل ديالو. وفيه حتى هاد لا بوندولي، هاد لا بوندولي اللي كتجي امبريمي وسبور كاليتي ديالها زويونه. والموديل البنات اللي كنهضر عليه راه مجموع بسنيسلا، مجموع بسنيسلا وكيجي كامل مطبوع وتبارك الله ما شاء الله من الداخل كيهاز. هانتوما من الداخل تبارك الله كيجي كيهاز وكامل مطبوع. شوفوا ليا من الداخل البنات، شوفوا ليا من الداخل شحال كيجي الزبطينه ديالو ولا دوبلوغ ديالو. بالنسبه للثمن، الثمن حتى هو غيكون ليكيداسيون، الثمن غيبقى لكم فقط ب 199 درهم البنات. ليكيداسيون مع محل شي اسيا غير ب 199 درهم، وكاين فيه لوينات غزاله في هذا الموديل هذا. كاين فيه لوين الباج، كاين فيه واحد الفيغ كيحمق راه كنت حطيتو لكم ديغنييغمون حتى هو في لا فيديو. تبارك الله لوينات غزاله وكاملين بنفس التفاصيل، كاملين بلا اوس بهاد لي ديتاي هادو. هادي تقدر تحطو اكسسوار تقدر تهزو به الساك يعني كيف ما بغيتو. كاين فيه الفيغ هانتوما البنات، الفيغ ديالو نفس التفاصيل نفس الموديل نفس لا كاليتي. كاين فيه هاد الموف هذا اللي بارد هانتوما البنات، كاين فيه هاد الموف شفتو، هذا موف بارد 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 غير مخفف يعني تقدروا تشوفوه ما يسحبش لكم كاع راه موف يعني بحال بين داك الغوز نيود. بالنسبه للثمن 199 درهم مجموع بالسلسله بواني اكسسوار اولا هاد النوا هاد لا غارنيشور هادي اللي كتكون هنا مخدومه. هذا البنات تقدروا تهزوه كلاس بها ولا تقدروا تستعملوها هادي باش زوينه. سي ان غري فونسي يعني زويون يعني ماشي شي حاجه اللي مشعشعه. وفي حتى لا بوندوليير اللي كتجي عريضه اللي وريتكم بحال لو موديل لي اونغري. فوالا لا ديغنييغ كولور لي كاينه فيه هي هاد لا كولور نوار. هانتوما البنات حيت هاد لي كولور هادو يلاه دخلو عاوتاني من السطوف. تبارك الله كيف ما كنقول لكم راه موجود الخير، كاينه السلعه كاينه لا كونتيتي واللي عجبها شي موديل مرحبو الف مرحبا. نوار ديالو توجور بلا اوس لي ديتاي ديالو كاملين كاينين، واللوينات تبارك الله دور دي ساك كبار في نفس الوقت عمليا. وتا التيستو ديالهم راه زوين يعني رطيطب 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 وخفيف وزوين شفتو. راه هانتوما راه فلويد ماشي قاصح. فوالا 199 درهم من نوار الباج والفيغ وحتى الموف. دونك ربعه د اللوينات البنات بروفيتيو، واللي عجبها شي لون دير سكرين شوت وتصيفط لينا في واتساب ومرحبا بكم. راه كنديرو ليفغيزون بارتو او ماغون توجور لا ليكيداسيون. كاين في لي موديل، كاين هاد الموديل هذا لي مول اللي سولتونا عليهم بزاف مؤخرا لاغيفا جديد اللي دخل فيهم هاد الموديل هذا. هاد الموديل هذا البنات اللي كنبارطاجي معكم دابا موديل كيجي بالبواتي ديالو. هادو بزاف سولونا عليه السيدات جبتو المحل حيت كاين في ستوك. هو الموديل سولتونا عليه بزاف بزاف السيدات سولونا عليه بوانتور ديالو، قلت علاش لا نحطو لكم هكا في لي فيديو باش لي انتريسي اللي بغاتو دابا وقت العيد ان شاء الله وهذا كيسولوا عليهم بزاف اللي عجبها الموديل بطبيعه الحال. بالنسبه لي موديل كيجي الموديل كيجي بالبواتي ديالو. بالنسبه لي بوانتور من 36 ل 41 كاينين كاملين بطبيعه الحال. موديل اللي غيكون فيه حتى هو ريدكسيون دو بري، لو موديل كيكون هكذا بلومبالاج ديالو. وهو هذا الموديل باش زوين لا كولور ديالو نوار سامبل يعني يجيك مع كلشي، ما تفكريش بزاف قبل ما تاخديه علاش حيت غيجيك مع كلشي. هانتوما
شوفوا لي موديل سامبل وزوين. ديجا باش مخدوم الداخل من هنا مخدوم بالفولور داخل لا دوبلور ديالو اون فولور كيف ما كتشوفوا معايا تري تري كونفورتابل سامبل. هذه راه كتكون من هنايا فيها بومبي دونك راه كتكون مريحه في اللبسه ومطبوع. شوفوا لي لا سوميل ديالو مطبوعه كاليتي ديالو لا فينيسيون ديالو. وهنا فيه مخدوم بواحد التوب لا فيه واحد لاطوش زويونه وتطريزه باش مخدومه. ها انتم شوفوا لي التوب كيفاش مخدوم انتم ماشي يعني كيبان زوين كيبان فخم جدا وانيق وفيه من هنايا اللوغو ديال لا مارك بلي فيكوير. فوالا سامبل بسيط وانيق كيف ما كنقول لكم دائما البساطه والاناقه الاناقه في بساطتها يعني الحاجه اللي بسيطه وفي نفس الوقت كتعطي واحد الجماليه للبسه. بالنسبه للثمن ديالو عوض 380 غيبقى لكم غير ب 299 درهم. اللي بغات لو موديل كابتور ديكرون واستافدوا منه لا كونتيتي اللي كاينه من طبيعه الحال لي بوانتور من 36 ل 41. دونك فوالا البنات كانت هذه نهايه ديال لا فيديو. كنتمنى انها تعجبكم. خليوا لي رايكم في التعليقات على لي موديل اللي جاو واش يعجبوكم ولا لا. نتمنى انهم يعجبوكم. ما تنساوناش من دعوات الخير من كلمات طيبه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي نهار جديد. السلام عليكم البنات ومسيه سعيد. السلام عليكم البنات. هذا الفيديو ديال النعت ان شاء الله ديال محل شي اسيال لوكس اللي كاين حدا سوق نموذجي شريفه. هنا البنات كيف ما كتلاحظوا معايا هذه كيوتو هذا امتداد دو مارس تقاطع ديال امتداد دو مارس و شارع القدس. يعني البنات اللي جاي الناس اللي جايين من سباته من هنايا لا سينيسيس شارع القدس البنات راه غادي نقرب ان شاء الله باش يبان لكم النعت بالضبط. والناس اللي جايين من المدينه امتداد دو مارس راه تما البنات غتلقاو الطاكسيات اللي كيحطوا طاكسيات البيضين اللي كيحطوا في عين الشق حدا كيوتو. انا البنات غندير لكم النعت بالتفصيل ان شاء الله تجيو حدا تجيو ان شاء الله حتى المحل مقصدين ومرحبا بكم. هانتوما البنات هذا هو التقاطع هنا فين داروا داك الباسواي هنا التقاطع البنات. ها الناس اللي كيجيو من سباته من هنايا هانتوما البنات شارع القدس هو هذا امتداد ديالو هذا امتداد ديال دو مارس. شفتوا البنات هذه كيوتو ها هو ماكدو ماكدو الاناره راه معروف هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا. هادو هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هنا فين كاين الطاكسيات اللي قلت لكم البنات ها هو كيوتو. ها انتم البنات ها هي كيوتو كيف ما كتشوفوا معايا. غدوروا من هنايا البنات الناس البنات اللي جايين من الفوق غدوروا هكا على اليسر اللي جايين من هنايا غدوروا على اليمين. وهنا البنات خليت على اليسر ديالي هنا خلينا الناس يعني امتداد ديال شارع القدس. غتمشيو نيشان البنات كيف ما كتشوفوا معايا غتخليو كيوتو هنايا على اليمين ديالكم وغتمشيو نيشان على شارع القدس. شارع القدس البنات راه معروف كيف ما كتشوفوا معايا. ها انتوما كاين هنايا المحلات هنايا في شارع القدس هنايا معروفه البنات كتلقاو هنايا كتبيه تامينات المغرب. شفتوا كيف ما كتشوفوا البنات راه معروفين هنايا. غتبقاو غادي نيشان هذا شارع القدس يعني غتبقاو غادي تو دغوا نيشان البنات كيف ما كتشوفوا معايا. ها انتوما المحلات هنايا في شارع القدس ها انتوما شفتوا النعت بالضبط يعني باش تجيو نيشان التقاء هنايا ديال. وهنا البنات غتلقاو ماجوريل اللي كنعت لكم بها دائما ماجوريل التقاء ديال شارع الداخله هنايا. هنا غتسولوا على شارع الداخله غتدوروا على اليسار غتلقاو ماجوريل البنات شارع الداخله غتدوروا مع شارع الداخله غتخليو ماجوريل هنا وغتمشيو نيشان البنات. هذا هو النعت بالضبط ديال محل شي اسيال لوكس من هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا. ماجوريل راه كاين حداها كافي شرم الشيخ راه معروفه بزاف. شفتوا البنات هادي هاد لوبيغ هذا راه باين في شارع القدس راه واضح. غتمشيو نيشان غدورو على اليسار تمشيو نيشان غادي نيشان البنات كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غتلقاو بيم ها هي غتلقاوها هنايا غتبقاو هاد الدوره الاولى لا الدوره الثانيه غتلقاو المارشي. هنا البنات راه هنا كاين المارشي. وها انتم البنات كيف ما كتشوفوا معايا نيشان مع شارع الداخله غتلقاو هنايا وفكاش غتلقاو هنايا يعني ها هو المارشي هو هذا السوق نموذجي شريفه هو هذا البنات. حنا فين كنتواجدوا البنات كنتواجدوا ماشي هذا المدخل واحد حنا كنتواجدوا في مدخل جوج يعني غتمشيو نيشان مازال الدوره الثانيه كيف ما قلت لكم غدوروا على اليمين. هنا البنات يعني غتلقاو هنايا مجزره شفتوها هي على اليمين هنايا يعني المدخل الثاني غدوروا على غدوروا على اليمين كيف ما كتشوفوا معايا. هنا البنات فين كاين المحل كيف ما كنعت لكم دائما راه هو البنات المحل. ها نتوما ندير لكم الزوم محل شي اسيال لوكس اون فاس مع الاون فاس البنات مع المدخل جوج مارشي شريفه. ومرحبا بكم البنات هذا هو نعت محل شي اسيال لوكس حتى لهنا مرحبا و الف مرحبا. مع السلامه.
وهانتوما البنات ندير لكم التتيمة، واخا هنا وقفت هكا باش يبان لكم النعت بالضبط. كي هنا ملي كنت جاية انا يعني هنا البنات شارع الداخلة اللي دخلت معاه الدخلة الثانية، كيف ما قلت لكم شارع القدس كانت الدخلة الاولى، لا الدخلة الثانية كدوروا على اليمين نيشان هنايا، هذا هو السوق نموذجي الشريفة، ماشي عين الشق او لا ماشي الشريفة باش معروف بزاف. هذا البنات باب الصغير معروف، الباب ديال الحوت ولا ديال الدجاج الصغير، مدخل جوج، سولوا على مدخل جوج اون فاس مع المدخل جوج البنات غتلقاو المحل اللي هو هذا. ومرحبا بكم والف مرحبا البنات، هنا غتلقاو اي حاجه زوينه وبثمن زوين ولا كاليتي زوينه. ومرحبا والف مرحبا البنات، هذا هو محلكم محل شي اسيه، كنرحب بكم في اي وقت. كنذكركم بتوقيت العمل البنات، المحل كيحل جميع ايام الاسبوع يعني الايام كاملين باستثناء يوم الجمعه، نهار الجمعه البنات كنكونوا سادين، راه المارشي كله كيكون ساد. بالنسبه لتوقيت العمل كنحلوا مع العشرة وكنسدوا مع السبعة ونص البنات. الارسال كنديروه لكازا والجميع مدن المغرب، وكيكونوا بعض التسهيلات حتى الجاليه المغربيه عفوا. ومرحبا بكم كاملين، هذا هو محلكم، محل اللي كيرحب كل سيده عاشقه للاناقه. ومرحبا بكم دائما، تمن زوين ولا كاليتي متميزه ومع السلامه.